واحد سلمتي عليه وقلت لي لا 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 هذا هو الامر هذا هو كيف هو راي زعتر كويس بسم الله الرحمن الرحيم. احنا فخورين الحمد لله في هذا النهار بانتخاب يعني الامين الاقليمي، وكما لاحظتوا يعني الشباب والنساء حاضرين بقوه في الشخص ديال الامين، لا بالنسبه للمكتب المسير، وهذا هو ما وعدنا السكنه ديال مدينه مكناس، هي باش الحزب الاصاله والمعاصره يعني يكون مكون بكفاءات ومكون الناس اللي ذو اخلاق اللي هي عاليه، ونحاولوا نقدموا واحد العرض سياسي مغاير على العرض اللي كنشوفوه اليوم، ولا سيما في مدينه مكناس، وحنا كنشوفوا التسيير ديال الجماعه والمستوى ديال التسيير ديال الجماعه يعني واصلين لواحد ما راضيينش بتاتا. حنا من النهار الاول ما كناش تايقين في هذا الرئيس، ما نقولش المكتب، نقول الرئيس، وعرفناه بانه ودي واحد الانسان اللي ما لا علاقه له بمكناس ولا علاقه له بالتسيير ولا علاقه له حتى بالانسانيه، يعني 61 مستشار، الا استناه هو غنقولوا 60 مستشار اللي صراحه ما عارفينش شنو كنديروا في ذاك المجلس، واش ما كياخذوا بعين الاعتبار، ما كياخذوا الاراء، ما كي يعني الناس جالسه باش توقع ما قرره هذا الرئيس، ومصاب كل القرارات كانت يعني في محلها، وكان نواكبوا ونصفقوا، يعني واحد الانسان اللي منفرد ببعض الافكار اللي صراحه حنا كمستشارين غير راضيين تماما على المستوى، وهذا الشيء ان شاء الله غنحاولوا باش نغيروه في هذا فيما قريب. مكناس تعطلت بزاف بالنسبه للمدن الاخرى، وكل ما تغيرش هذا المجلس كل ما غنزيدوا هذا نتعطلوا، ولهذا النداء ديالي من داخل المجلس من اعضاء المجلس هو باش يتخذ واحد القرار يعني في اقرب وقت باش نحطوا، ولا سيما بان المجلس فيه كفاءات، لا سيما بان المجلس كاين فيه ناس اللي ذو كفاءات عليا واللي عارفين الملفات وعندهم تجارب، ومع الاسف ماشي هما اليوم اللي في منصب القرار، ولكن حنا كنوعدوا مدينه مكناس والناس والساكنه مدينه مكناس بان هذا الوضع غيتبدل، نطلبوا من الله باش الرئيس يفهم راسه في فرصه في مقاريب، وشكرا. مكناس شي من افضل، وبالتالي نحن كحزب سياسي يجب ان نفكر في اجوبه حقيقيه. مرحيم. بالنسبة للمؤتمر الإقليمي الحالي، أولا تنبغي نوضح واحد المجموعة ديال الأمور، وأنه مؤتمر داز بكل الصفات الديمقراطية التشاركية الممكنة، بحيث منذ أزيد من شهرين وهناك لجينة تحضيرية تتسهر على التحضير لهذا المؤتمر، بطبيعة الحال حنا ما غاديش نجيو لعند أي كان ونقولوا له احنا لجنة تحضيرية تنوجدوا المؤتمر، هذا شأن داخلي. الدليل هو ان النجاح ديال المؤتمر، اللجنه التحضيريه توسعات وشملت الامناء المحليين ديال اقليم مكناس، الامين المحلي ديال مكناس اللي هو عبد الربيه، بطبيعه الحال بالاضافه للرئاسه ديال الامانه الاقليميه الحاليه اللي هي في يد السيد نبيل الرماش، وثم الحضور ديال السيد البرلماني جواد الشامي
اللي في الحقيقة ما بخلش علينا بجميع الإمدادات اللوجستيكية. والدليل هو أن هذا العرس أنا تنقول العرس النضالي تيتم في المكان اللي هو ملكية خاصة له. اليوم 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 إذا كانت شي حاجة نفتخروا بها كأصالة ومعاصرة فهو النجاح التنظيمي بدون باك صاحبي، بدون تعيينات، بدون استرزاق أعضاء الأمانة أمانة المحلية وأعضاء الأمانة الإقليمية، كلهم طلعوا لهذا الاستحقاق التنظيمي بالتراضي والتوافق ديال المناضلين ككل. طبيعة الحال ما غاديش نبقاو حنا تنسمعوا القيل والقال ديال القهاوي وديال الكل ناجح الا وعنده مجموعه ديال الناس اللي ما راضينش عليه وغادي يحاولوا يوسخوا السمعه ديالو. ولكن حنا على يقين بان السمعه ديالنا ما غتوسخش والايام بيننا. وشكرا.